صباح الخير تو الموند. بون، البارح هضرت على كارولين، دونك لقيت ناس بزاف يسبوا فيا كوم كوا غيره منها وما نعرفش هو. انا حبيت جست تنوله الناس هتو ودبر راسكم واسمعوا. تاع الجزائري انا شفت هاد لي فيديو تاع الايروبور، يا لالا حبي يقول انتيا كدابه كدبتي على الصحافي كنتي تسنى فيهم. هاكا شفتي هايلي انتيا كي كنتي في دارك وجدتي كان بروغرام وجدتي لايوروبور وجدتي الشلاف وجدتي ريستورو وجدتي كل شيء. حبي يقول انتيا درتي بروغرام هكدا انتيا بروغراميتي وكنتي تسنى فيهم باسكو كنتي تقولهم نتلاقوا سما منعيشة في الجزائر عند صعوب نتلاقى في الطحتة حتى على يوروبا نقعدو نتلمو ما خلاوناش نقعدو حاسون دارت بروغرام تاعها وجايها غاشي مع لا كومبليسيتي تاع هدايا جورناليست هدايا سليم ولا سمير ولا سامي وواحد اخر نسيتو كاع واسمو بعدك نعطيكم اسمو عندو اسم فرونسي واحد اخر امين وهاجر هاجر تعرفوها هاديك هاجر لي تاع تيك توك واحد اخرى تانيك متفاهمين كاع يا اخي دوك نجيكم يا كذابه علاش تكذبي دوك نجيبكم الكذب. مرحبا بك كارولين، واش راكي؟ لا باس الحمد لله، شكرا لكم وشكرا لكامل طاقم العمل جو شو شكرا بزاف وراني فرحانه كي راني هنايا وشكرا شكرا 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 على الاستضافه. الوغ كارولين ولا شاهيناز؟ شاهيناز في الجزائر، كارولين في السويد. وكارولين سي اسمك تاع الصح ولا؟ لا لا ماهوش اسمي تاع الصح، انا كنت نقرا كي كملت القرايه جربت ندخل نخدم، انا عندي ديبلوم تاع مساعده ممرضه في السويد. كي نحط السي في تاع شاهيناز فلورستاد ما يقبلونيش، دخلت فيها كارولين خدمت طارت لي الخدمه خدمت عامين وبعد كي حبست. تماك تمشي الهضره تاع كارولين حسب الاسم. اوكي سي امبورطون امبورطون بزاف. اوكي بون، هاد الجورناليست هذايا البارح دار معاها هاد الانترفيو صاحبي ما فهمناش انتيا واسمك شاهيناز، من بعد انت كي رحتي لتماك السويد درتي ديبلوم تاع سوانيون و من بعد كي درتي ديبلوم تاع سوانيون ما حبوش يخلوك تدوك لي تخمي باسكو انتي تزيرية هكدا صح. واش درتي؟ زدتي اسم كارولين، بدلتي اسمك زدتي اسم كارولين ودخلتي خدمتي. شكون وصلك هاد شكون وصلك هاد الكوارطة هادوما؟ انا جايتكم يا شعب الجزائر على الكوارطة هادي هادي صارت لك راشد مكاز، تعرفوا راشد مكاز كوارطة الباسبور ترافيكي مع التوفيق والبرمي الموفيد. كيفاش هذا ستي اسم كارولين؟ حبي يقول ترافيكي تلك الكوارطة عندهم عند السويد في راس السويد ها ترافيكي تلك الكوارطة ستي كارولين باش دخلتي خدمتي وخدمتي كنتي خدمتي عامين وحبستي. دوك نجي لكم يا شعب تسمعوا الخير لا عندي اختي عندي ما في النرويج عندي دونك كيفاش حتى هو كيفاش ديجا قنعته باش يدخل بالاسلام؟ اسكو كان حاب وحده ولا انت هضرتي معاه كيفاش؟ لا هذيك بعد مده صار كي شافني بلي صغير وبعدين زوج السيد بسيف يدخل نطيب على الشمعه بسيف يدخل. دونك واش درتو؟ تزوجنا. لا لا كيفاش دخل الاسلام؟ جاء هنا لتيرت. اوكي جيتي جاء وصرى الضج هذاك الوقت، كان هو اول نرويجي في تيرت يدخل الاسلام خاطرش بشعرها طويل. صارت ضجة في تيرت هذاك النهار، كان واحد دخل الاسلام واحد دخل الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم بشعرها طويل. لا ماشي ما قبلوش، يعني كيف جاء واحد كاوري ودخل الاسلام وفي تيرت صرا شوية ضجة، يعني كان ناس تيرت لحد الان يحط كتموا لكم رانا عاقلين اللي صارت الضجة تاع النرويجي اللي دخل وشهد. وكيفاش كانت رد فعل تاعو؟ كيفاش؟ عادية. ديجا كي جا للجزائر ديجا؟ جا للجزائر شوية، المرة الأولى تأقلم مرة ما تأقلمش. هو واش رأي راجلك على واش راك ديري في مواقع التواصل الاجتماعي؟ اسكو يونكوراجيك؟ اسكو جو بونس هو يفهم بالك مواقع التواصل الاجتماعي؟ خاطيه كلش. خاطيه كلش. قالنا شفتوا هاد الفيديو؟ حنا ما فهمناش كيفاش في تيارت قلتي بلي تقولي لهذا في المواس الاخر هذايا تاع الصحافي قلتي له التيارت وصارت الضجه لماش كيدخل الاسلام ولازم باش نعقدوا لازم يدخل الاسلام وصارت الضجه
وما فهمناش. احنا جزائريين، كي واحد يدخل الاسلام نفرحوا نديروا زرده، كيفاش فتيار ما فهمناش هذيا؟ حبي يقول هنايا ما قبلوش باسكو ما حبش يدخل الاسلام. قولي لنا ما حبش يدخل الاسلام باسكو كي صار درجه كبيره ونط كبيره في ديار تاع المجد كي دخل الاسلام وراح يتزوج بيت. فهمناش انا نورمالمون كنت جبت هنا في الجي يدخل في الاسلام نديرو قلبوها في الجامع في 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 الزنقة في العرس نديرو زردة. انتي يا راكي تقولي بلي ما تقبلوهاش، ما فهمناش كيفاش هادي ما فهمناكش. قلتيني بلي ما نصب درجة، واش نصب درجة ليا؟ حبي قلتي يا ديتي لهم كريتيان يا اخي ديتي لهم كريتيان وحبيتي تزوجي به الدرع مام هو كريتيان وعليك ما قبلوش، علاش تكذبي؟ ودوك نجيب لكم بالدالي، كذابة هذه، دوك نجيب لكم بالدالي، دوك تشوفوا الدالي تاعها. قولي ولكن اليوم الحمد لله نبداو بالشرح المفصل وبالتدقيق وبالتواريخ وبالناس وبالاسامي وبكلش. اليوم كلش نحطها باللي انا وحده ما هربتش من دارنا، انا وحده تزوجت بولي الامر بالشهود بالمهر تاعي، ايوا توم دفع فيا المهر بال حاجه بين ما درتش حفله كبيره فقط كنا هنايا بالموثق بالمحكمه بكلش وراني جبت كامل الاوراق. هذا الموثق واسمه نسيته واسمه الاستاذ زمان خليل في حي بالحاج الهاشمي رقم 6 تيارت. ها هنا النيميرو تاعو، ها هنا رقم تاع الفاكس تاعو لانه كان لازمني موثق. راكم عارفين الطفله كي تحب تتزوج في الجزائر بواحد اجنبي لازم شهاده الاسلام، لازم خيري بيني منا خيري بيني منا. المهم محكمة تاعها طولت وكان لازم لي درت هذه الوكاله لظرف معين. درت هذه الوكاله باش كلش يفوت بالخاف. المهم نحكي لكم هنا واش كان في هذه الوكاله وشكون اللي كان حاضر في زواجي وش كان مهري وكلش. راني حتى درت باش نقول لكم بالخاف، لكن نقرا لكم دروك من الطرف الاخير يعني الموضوع تاع الوكاله، ماشي موضوع تاع الوكاله، الموضوع راني حكيته باش نقرا لكم شكون اللي كان وانايا وبزاف صوالح والمر. السيده كيتينا كيتينا على السيده شاهيناز بنت محمد ما قريتش اللقب. المولوده في 23 ابريل سنه 1992 92 راني نجبد ب 92 وانا نجبد حقي. الساكنة ولا الساكن كاتبين الساكن بحي المنار 425 ساكن زعرورة رقم 284 تيارت من جنسية جزائرية والحاملة لبطاقة التعريف الوطنية الصادرة عن دائرة تيارت رقم تحت رقم 34-25-28 بدون مهنة. حيطست قاضى الحيط وحيطست. المهم على صداق ضربت خلنا في المهر، هذا دخلنا في المهر باللي كيفاش وحدة هاربة من دارهم وجاية تتزوج هنايا وش هي قصة المهر؟ كيفاش هربت من دارنا؟ كيفاش هربت من دارنا وراه كاين صداق؟ غادي نكملكم. على صداق قدره 170 ألف دينار جزائري، يعني أنايا توم دفع فيا 17 مليون. بقرا وليدي. كنا ضرب بصداق تاع 17 مليون، وطقم من الذهب بقيمة 400 ألف دينار، يعني 40 مليون. هذا تاباغوغ كان فيه منقوش، كان فيه سلسلة وكان فيه خاتم بقيمة 40 مليون. وذاك نحط لكم التصويرة، كاع الكلام اللي نقول فيه ذاك نحط لكم التصويرة. وبحضور أكثر من شاهد زمام خليل موثق معروف في تيارت، ما راحش يخرج هذا الكلام من راسه. وبحضور ولي أمرها كيفاش انا نهرب من دارنا والوليد الامر تاعي السيد محمد ولد عبد القادر ساكن بحي المنار 425 ساكن زعوره رقم 284 تياس والحامل بطاقه التعريف الوطنيه الصادره عن دائره تياس بتاريخ 4/4/2010 تحت رقم بلا 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 من جنسيه جزائريه المهنه متقاعد. انا هذا الفيديو اللي درك تحب تزوج في الجزائر بواحد اجنبي لازم شهاده الاسلام، لازم خيري بيني منا خيري بيني منا. المهم محكمة تاعها طولت وكان لازم لي درت هذه الوكاله لظرف معين. درت هذه الوكاله ايا دوكا لحقنا الكذبه الكبيره تاع الصح تاعك.
هادي اللي كنت جايتكم ليها يا شعب الجزائري. دوكاتك راكي تقولين حنا دابور ما شفناش. لا راكي تقولي بلي باش تزوج في الجزائر لازم يكون مسلم تيري بيري، وكي عطلت المحكمة عطاولي الوكالة. كيفاش ما ثمناهاش هادية؟ كيفاش كي طولت المحكمة عطاوليك الوكالة؟ حبي يقول المحكمة مازال ما عطاتش لاخر تاعها، مازال ما عطاتش جوجمون، مازال ما خدماتوش. كيفاش عطاولك الوكالة هادية؟ زيد بزيادة هاديك الورقة مطرا فيك، هاداك الدوكيمون، هاداك الدوكيمون تاعك اللي كتوريهولنا فالسيفيي، حبي يكون مزور. انتي ياك خرجتي كي راشد، انتي راكي كي راشد من الكاس. كيفاش هاد الدوكيمون هدايا؟ نعطيك ان اكزامبل، شوفي هاد لي دوكيمون، شوفيهم، هادو مكاع تاع جوجمون لي في الجزائر، شوفيهم، شوفي لي كريف، وشوفي الطومبون، وشوفي الاسم تاع كيما حنا نقولو لافوكا، محامي ولا البروكيرور، جوج ولا البروكيرور، يا اخي، وشوفي النيميرو لي فوق الطومبون تاع الحكومة المحكمة، عندهم نيميرو في الطومبون تاع المحكمة، وزيدي بزيادة الشهود، راكي تقولي بالشهادة، بصح حنا شوفو في الجوجمون تاعك، محطوط غير بابك، ما كانش كاع الآخر قال مكتوب كاين كيما حنا نقولو الشهود، بصح وين راهم أساميهم؟ هدايا طرافيكي هاد نورمالمون يحطو أساميهم. وكما راكي تشوف في هاد الورقة نورمالمون في ثلاثة يسمي، وفي ثلاثة كي بابك كي لي دو تيموان، يا أخي الشهود في زوج ولا في ثلاثة ولا في أربعة بالكاشي أسمهم كل شيء. كيفاش هدايا وين راهو؟ أنا ما شفناش، أنا نشوفو غير أسم بابك، وزيد في الطومبون تاعك أنا شوفو يا شعب الجزائري، ماشي محطوط الأسم تاع المحامين تاع البروكيرور تاع الجوج، ما كان والو، ما كانش نيميرو، ما كان والو. وين راهم هادوما؟ وين راهم؟ هدايا انت خرجتي راشد كدابة انتيا، زيد بزيادة صح، راكي تقولي المار عطالك المار 15، عطالك المار 15 مليون، وزاد لك الذهب في شالك الذهب 40 مليون. حبيت نسقسيك من جابو مو هو يا اخي شوفور تاع بوس، نتوما ديجا راكو عايشين تما هذيك مع السوسيال، هو عايشكم سوسيال، وراجل مزوج ومطلق، عنده زوج دراري وعنده زوج دراري بنات معاك، كيفاش هادي يعطيك المهر؟ ما فهمناش، زيد بزيادة كي راكي تقولي بلي ولا رايح حيطو الشهاد، كيفاش شهادو هادايا الدوكيمون؟ هادايا كاع ما كنتيش قادرة تورينا، يا كدابة يا خبيثة يا منافقة، لو كان وريتينا غير لاك دو نيسونس تاعك مكتوب اكوتي دوس، يا اخي لاك دو نيسونس دوس مكتوب. بون ميتنون اغيتي تسبو فيا باسكو الكلام كاين بزاف على كارولين، سي با لا بين تسبوني بو ريان دي تو، وكاين اكاديب اخرين وقدر نجيب دي بابي اخرين، فهمتو؟ وكاينه واحد المنافقه اخرى دوك نهضر عليها من بعد، تنك يزيونا بلا كذب باسكو الراس تاعي حتبلوني من الكذب وجامي نافق واحد. انا دخلت هنا اليوتيوب جو با نكذب على الناس، فوالا تو سامبلومون. ا توت الوغ بيزو. الجزء الثاني مجتمع في السويد الجزائري قليل اللي قريت في السويد، انا واش دارت حلت باج تاع يوتيوب وفيسبوك وانستغرام، ودخلت مع هذا حكيم، ومن بعد ديك مع حكيم هذا كي دخلت في جروب، هذا دخلت مع لي جروب ما عجبش الحال باسكو ما كناش ندخلوا لها دراهم، قالوا عطاو لها قالوا لها فوالا حلي باجا ودخلي في الجزائر، الجزائر ادخلي في يوتيوب تاع الجزائر، دخلي في اليوتيوب في الفيسبوك، دخلي بزاف لي جروب تاع في الجزائر المبردعين، يا اخي لي يصرفوا لي فوني والبقارين كيما حنا نقولو من زمان، يا اخي
ياك وتقولوا نتوما لي جينيرو هما النص قليله نص قليله تاع الشعب الجزائري. هاكو تشوفوا لي جينيرو وين راهم شفتو؟ هاكو تشوفوا وين راهم لي جينيرو؟ راهم في لي ريزو سوسيو، راهم في فيسبوك لي جينيرو، شفتوهم؟ هما الشعب الجزائري ماشي كاع قليل هكذا. يما لا كي دخلت لي جروب هادو في فيسبوك، دخلت كاع لي جروب، بداتهم اليوتيوب، وباليوتيوب بدات تخدم. ايه بدات تخدم 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 حتى الناس دوك تشوفوا، حتى الناس بدات تخدم دوك تشوفوا. اسمعوا بغيت نحكي من المقبل، انت تحكي لي على الدراهم دراهم دراهم في هادو لي ريزو سوسيو يا ضرب. لي خمسه في عينك. اسكو نقدروا نعيشوا بالمواقع بالدراهم تاع مواقع التواصل الاجتماعي؟ اذا كان عندك اتصال مع شركات تدي لهم اشهار يمكن تكون شهريه مليحه، بصح باش تنتظر من داخل مواقع يمكن. باغ اكزومبل انت زعما كارولين راكي 400,000 انستغرام، 700,000 في يوتيوب، تقريبا 800,000 و 1.5 مليون فيسبوك. منين دخلي دراهم كثر ديجا فات ثلاثه؟ انستغرام ما ندخلش منها دراهم، هو لازم اشهارات للشركات، وانا ما نخدمش مع الشركات بزاف، ندير هكا القنوات الصغيره اللي حابه تدير اشهار، اللي عندها هكا مشروع بدات فيه جديد وحبت هكا تساعد، هذوك عندي كلش دائما نحكي عليهم باطل ونحط لهم لي بوست باطل. اليوتيوب 2019 لهنا ما ولاش يخلص مليح يعني، طاح 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 بزاف. لازم تكون عندك مشاهدات بالخمس ملايين ويا ربي، ولازم يكونوا من اوروبا ولا من امريكا، الدول العربيه طاحت بزاف. فيسبوك شويه بس، باش نقول لك هذيك الشهريه اللي تعيشك شهر كامل مستحيل. مي زعما كنقولوا شحال زعما انت هكا بمواقع التواصل الاجتماعي شحال تقدري تدخلي دراهم في 2021 انت كاغوني؟ 2021 في شهر، في شهر نقولوا هكا اذا حولناها للدينار نقولوا هكا 10 ملايين يمكن. اوكي اوكي، تما بكاع لي ريزو اللي عندك 10 ملايين. هو افضل شيء كي دير اشهارات للشركات، هذا الشيء يعني. هذه اللي ما ديريهاش، تما كون ديريها تربحي اكثر واكثر. حابه نديرها بصح حابه نجرب الشيء قبل ما نحكي عليه، ماشي تعطيني منتوج وتعطيني الدراهم بعدك اذا ما خرجش مليح نخلي الناس تشريه، هو يربح اسمه ويربح الماركه تاعه بصح انا نخسر اسمي، هذا الشيء اللي نخاف منه. كونتاكتيوك بزاف لي مارك انت؟ ايه كونتاكتوني، كان اللي بحثوا لي كي جربت قلت لهم لا ما نديرش. جامي قبلتي ماركت ولا؟ لا قبلت، كاين في فرنسا، كاين اللي نجرب، وكي نجرب ونحط الفيديو ونشوف النتيجه ثم ندي خلاص. على اي اساس تقبلي زعما نقولوا برودوي ولا ماركات تخدمي معاها؟ نجرب قبل، يعطوني فترة أسبوع أسبوعين ثلاثة أسابيع نجرب لايف، نجرب فيديوهات، راني حطيت فيديو تالي تاع تين شوكي يمكن أسبوعين وأنا نجرب فيه اللقطات، وين نص صباح وين عشية نهار بنهار باش نشوف المفعول في التالي. كي كملت وشافت الفيديو أوكي ندي خلاصي. صارت لك وين زعما نقولوا سيتي برودوي ما عجبكش ما مشاش وخسرتي يعني؟ لا ما هدرتش، جاوني برودويات جربتهم، نشفت بشرتي، شعري حراش، هذوك تاع التخصيصي والتسمين واش هاك يسموها تاع ما حكيتش عليهم. سمعتوها دوكا شحال تخلص؟ سمعتوها يا شباب الجزائر على ظهركم يا البردعين، سمعتوها شحال تخلص؟ خلص 10 ملايين في الشهر وقاعده في الدار ما دير والو، دير لكم لايفات زوج ميم با ساعه وطلع كروشي وي دخلت ميم با ساعه. سمعتوها يتخدموهم انتم في نهار كامل وشهر كامل، هي ديروا غير في ساعه وفي شهر فقط يا اخي، دير 10 ملايين تقدر تزيد دورك نجيكم. اهلا البنات، اش راني دايره لايف دقيقه دانيال، عفوا كاع دانيال البنات. زيت الاول ولا ما نهضروش الاول، زيت هذا اللي راه في الجزائر تاع زيت التين الشوكي، وراني درت لكم بلوك واش توجي كيفاش تصفى منه، وهذا ثاني راه الاصلي هذا السعر تاعو بدون تخفيض، يعني السعر تاعو الاصلي يدير 450,000 ولكن راه عليه تخفيض 35%، راه 299. اذا حبيتو تشروه بالصابون راه 440,000، اذا حبيتي تشري الزيت مع الصابون راه 440,000، تلقاوه هنايا تحت في هذا اللينك، ادخلوا لهذا اللينك البنات، هذا اللينك دروك كي كنت دايره اللايف راه تبلوكا وراه عاود رجع. اذا حبيتي التخفيض مده 24 ساعه فقط، يعني عندك اليوم 24 ساعه، فيها اليوم وفيها غدوه، اوكي عندك 24 ساعه، اذا فاتت اليوم وغدوه بعد غدا راه يرجع للسعر تاعو الاصلي 450,000. اللي حبت
تغتنم الفرصة وتشريه الذروك راه 299. إذا حبيتي تشريه مع الصابون، الصابون مملس ومقشر في نفس الوقت، راني جربتها معكم في الدوش، في زوج 440 دينار جزائري. دروك نهضروا بالدينار، ماش في السويد باش تترجم لكم الكورونا الأورو باش نزيد ندخل لكم في الدينار. دروك راه نهضروا بالدينار ديريكت. 290 فيها البنات راه يدير هذا الزيت، راه هو أغلى زيت في العالم. إذا ما كنتش مصدقيني ادخلوا جوجل، ما كاش مشكلة، كتبي واش هو أغلى زيت في العالم، تلقاي زيت التين الشوكي، وصعيب باش تحصلي على الاصلي. كاين الفرق، نعطيكم حاجه دروك البنات، الفرق بين الاصلي وبين ماهوش الاصلي. ماهوش الاصلي يجي اللون تاعو ابيض، وهذا من اصلي اللون تاعو اصفر. هذا هو الاصلي تاعه، والاصلي ما فيهش ريحه، تجي ريحتها عاديه. اما هذاك اللي ماهوش اصلي، نبهكم يا البنات باش ما تتحشلكمش، كي تشري زيت التين الشوكي وتحلي القرعه ولقيتيه ابيض ماهوش اصلي. كي تشري زيت التين الشوكي وتحلي وتلقاي فيه ريحه كيما تاع جوز الهند، ريحه كيما تاع الصبار، ماهوش اصلي. اذا راكي حابه زيت التين الشوكي، زيت التين الشوكي الاصلي يجي صفر ويجي ريحته عاديه وما يجيش ثقيل على البشره كي ديريه. راني درتها معاكم دروك، كنت في الدوش، شوفوا بشرتي ماهيش، هذه درتها دروك، شوفوا بشرتي ماهيش مزيته كامل، راهي ناشفة. تلقاوها تحت هنايا، قالت لك لقيتاه. قالت لك لقيته في امازون ب 36 اورو، 36 اورو يعني 750، 36 اورو بشحال؟ 36 اورو ب 750 دينار جزائري. حتى هذا بيو مخدوم في الجزائر، بيو ومخدوم في الجزائر. اوكي بلا ما نهضر، الفلوغ راه مازال متواجد في قناتي نفس التين الشوكي، ولكن هنا في الجزائر بنصف السعر، باطل. جيبي لنا معاك لفرنسا، بحثي لي باي بال اختي، بحثي لي باي بال نطلعها معايا ونعطي لك في المطار. راه عندكم الباي بال تاعي. بون هادي هي هاد لا فيديو اللي شفتوها دوكا، هاديك هادي هذا الاشهار دارته البارح، البارح الصباح دارته. ايه دارت هذيك الزيت، دارتها هي في دقيقتها، راحت لادوش دارت لها الزيت، ومن بعد جاتكم وجهها قالت لكم شوفوا مليح، ويقول لكم عندكم 24 ساعة باش يديروا لكم، ينقصوا لكم، باش ينقصوا لكم كما نقولوا، هو يوفي 400 درهم في الزيت مع لاخ الصابون تاعو، 9 ايام عندكم 24 ساعة باش تشروه، ينقصوا لكم 100 درهم، يدير 300 درهم، فهمتوها؟ هايلة، فهمتوها؟ صح، يعطت لكم ما قد تكون 24 ساعة. هذه هي اللي تخدم مع هذاك ياسين، هذه هي تخدم معاه، المهم هو يتبعها، كل يوم يتبعها، وين تروح تتبعها هذه الجورناليست، ومعاه هذاك وهاجر هذيك تاع تاع سي اس اس واش عرفتو نعم، سيلا سيلا جيغيرتي سيلا، تكون في سيلا هذيك تاع تيك توك، وهذاك الرومي هذاك اللي تعيطلو ما يعرف واش تعيطلو، وواحد اخر، واحد اخر امين ولا ما عرفش عارفة، هادو ما تخدم معاهم، ما لا هادو ما لي سبونسور، اما لا تعطيكم. شوفوا شوفوا كيفاش دارت هي في الاخر مع الاول، قالت معانا جوناليست قالت سي هذاك البروج من سي سمانه مور سمانه، نشوف لازم ندير سمانه باش نسيه، هي في دقيقتها جات البارح، البارح البارح دارته لكم، قالت لكم راني درتو في دقيقتها في نهارها، في هذيك الساعه بدارتو، دخلت لادوش دوشت، قالت لكم مليح شريوه منيح 24 ساعة، شوفوا ينبردعين كيفاش هم يبردعوا فيكم. وهاد هاد هاد اللي كنت تشوفوا فيه هدايا البروج فيه هدايا، يا اخي اللي كنت ديروا الزيت، هذاك الزيت مش 24، هذاك الزيت ما عنده حتى ماشي مستعصى به وزارة الصحة، حب يقول كاش ما يصرى فيكم انتوما اللي ديروه، انتوما اللي ديروه، ماشي ماشي مستعصين به وزارة الصحة، لو كان ديروا كاش ما يصرى فيكم تباصوا انتوما تولتعوا الخسارة. وهذه بروج بكا اللي كنت تشوفوا فيهم المادات كاع اللي كنت تشوفوا فيهم اللي راكم ديروهم بلا بلا القانون، هادو ما كاع يديروا كونسير، يديروا كونسير سلطان بالوقت، يديروا لكم السلطه في وجهكم، في رجليكم، في معدتكم، هادي كاع اللي كنت تاكلوهم بلا وزاره الصحه، يديروا لكم سلطان. هي وزاتو في دقيقه، في هذيك الدقيقه راح دوشتوا على البنات، قالت لكم شوفوا لابو تاعي، ولا عندكم عطات لكم 24 ساعه، لازم يجيو هكا الله يوروبو، والمبردعين كاع لازم يشروا في هذيك الدقيقه باش يدخلوا لها الدراهم،
باش دير 50-50 معاها مع السبونسور هذوما اللي يبعثوا فيها، فهمتوني؟ زيدوا دوك نجي ليكم. لا فيلا جاي في 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 سيدي يحيى الليله شحال الدير؟ لا قريناها يا صبا مليون. شحال الدير الليله؟ روح روح انت اللي كتفك. شقول قول شحال الدير؟ المهم لوتيل انا مانيش مخلصاته هنايا، هديه من عند الاخ ومن عند الصديق ياسين كنطاش، هو اللي هدا لي هذا السويت هنايا في داخل الفندق تاع لا فيلا. المهم البنات حبيت نشكر الاخ والصديق ياسين كنطاش على الهديه، هو اللي جابني هنايا لسيدي يحيى، وسيدي يحيى سيدي يحيى سيدي يحيى هو اللي جابني.